كمان مكرة تكون شو بدك؟ شو في؟ ممكن فوت لجوا اخصة المي مشان امسك؟ فوت طالما دب النخوة براسك. انا طول عندي صاحب نخوة. ما شفتك من تخيل على كلمات متقاطعة. ما كان في ممسحة، هلا صار في ممسحة. عليك فوت وخوت، خلصني، لا تعمل لي منحة، هذا واجبك. يعني فوت؟ لك فوت. ليك ليه؟ كم غزالة يا شباب؟ مين غزالة ولا؟ إيميلي يا لأخوك أم ولا جميل؟ أم مين غزالة؟ أم روح انت لسألك على أمك. مين غزالة ولا؟ أنا غزالة؟ شو بيعرفني انت اللي بتعرف؟ ما بعرف. مين غزالة؟ مين غزالة؟ ما بعرف. اخس عليك، اخس، ما في على لسانك إلا زيزي وفيفي وغزالة. لك انت عم تنتبه لحالك انت؟ أمي بس ربع ساعة خلينا الله يوفقك. ماشي اندفش دمعي. شو هاد اللي بيدك؟ ممسحة. شايف بطيخة ممسحة؟ شو جاب لهون؟ أنا صافي كم يوم عنا على ممسحة، يمكن حدا عارف حطولي إياها، مشان أنا بس إجي الصبح لاقيها هون. بتعرف إنه هي بيجامة جميل؟ شو الحكي؟ يمكن انهرت، عم حطها لي إياها مشان أمسح فيها. لك شو انهرت وما انهرت؟ هي شاريتها صار لي يومين. رايح أشوف شو اللي جابها لهون. جميل؟ جميل ولا؟ لساتك مدفوس؟ قوم لشوف. جميل! أخ شوفي هاي البيجامة شو أخذها على المكتب؟ آه بيجامتك شو أخذها على المكتب؟ بيجامتي راحت على المكتب؟ الصبح كانت بالمكتب. كوسار؟ كوسار؟ شو في؟ قومي اسمعي العجبة اللي صايرة. أنا عجبة؟ قال بيجامتي فايقة بالليل ورايحة على المكتب. حلوة! ميا ابوك الكونديشن ابوك. لك شو الفوضى هاي؟ شو الفنجين اخوي على الكراب؟ كذابي يا جميل، عامل لك اياها بمسحها يا جميل، عامل لك اياها بمسحها وبمزحها. ابو كيروز لسه ما خلص التنظيف. شو هذه بايدها؟ قلابية يمكن هي. هلا ما موصلة بفرجي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. الحقني. جيت الرزقة. لك يا كلمات متقاطعة. خطوش اللي يبجك بج، هي الكلمة ما بدي اسمعها منك مرة ثانية. بعمر عيوني. غاز ولا مو ناقص الا تغازل كمان، أنا بس نادي لك بتقول حاضر حاضر وبس. حاضر وبس. بتنزل على السوق تشتري جنزير وقفل يلي بيقفلوا فيه الدواب. حاضر وبس. 15 متر. متر ينطح متر. طور اللي ينطحك روح. أبوك ينطحك. نهار الدش عاملة حالة ذكية. نحن اللي بنخبي. واشتغلت لك الكفوف والطيارات علي مثل حرب التتر يا امي.
بس انا ما سكتت له لامي، ما سكتش لحني صباطي، ما سكتت له. ركضت جبالت ايمني وجبالت حطني وديانت شيلني وديانت حطني هيك لحتى وصلت لواحي النبك، لقيت شجرة وتعربطت فيها واشتغل لك التشبيط من ورا. امي قالوا راح يحلقوا لي من ورا، بس بدي اعرف مين هذا ابن الحرام اللي فلت لي اصابيعي، ونفس العملية اللي صارت من ورا من الدم تشطيب هجموا علي كلياتهم امي، كل تبعات الجوارح، لحتى اجا اسامه رحمه الله عليه فلتني من بين ايديه، شعلوا لي التلفزيون. قولي علي عليك يا جميل، انا الحق علي، لو ما ربطتك بالشوفاش كنت قدرت اهرب. وطي راسك امي، انا لما قدحني بالقنينة رفعت راسي، وطي راسك، انا بدي ارفع راسك. شلون بدك ترفع لي راسي؟ لو صار لك شيء كنت بهدلتني قدام العالم، كانوا قالوا ابنها مات بالكازينو. يا جمول حبيبي لا تحكي معلش، هلا اذا حكيت تنفتق لك شيء. ما مهم، المرة استنجدت فيه وانا حميتها، قلت لهم ما بتاخذوها الا على جستي. وشو الفايدة؟ هي اخذوها. صحيح اخذوها بس على جستي. لك حاجتك حكي بقى، شوف شلون ملفلفينك من فوق لتحت، العمى تقول سالخين جلدك عن عظمك. بدي اتجوزها لغزالة. ليش انت بقى تقدر تتجوز بعد هالصوار؟ وليش ما اقدر اتجوز؟ انا ما تصوبت غير بمعدتي. لكان ليش لافينك مثل اليبرقة؟ تشطيب ومواسكة بس. بدي غزالي. شوفوا لا، كلكم وجوازك من غزالكم. إذا تفكير بس بتفكر إنك بدك تتجوز غزالة ما وصلك ولا. الساعة 3 بعد الظهر. أنا في الساعة 2، يعني بالنسبة إلي الصبح. أو شو بدك مننا؟ ما بيكفي اللي صار بسببك. بسببي؟ فهمت لك أبو جمامي، لو ما دافع عنك ما كان صار فيه. دافع عني قال. لو ما وقفت قدامه وحماته ما كنتوا شفتوه هون. لو وقفتي قدامه كنت اكلتي لك شي رصاصه على ريلي. ابعيد الشر، انا ما حدا بيقوس علي، انا مطلوبه حيه. اصلا الكل كان عم يدافع عني. اهلي غزالة. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ست غزالة، الله يسعدك ويبعدك، بكفي اللي صار من تحت راسك. ايه بكفينا بلاوي من تحت راسك. لسه بتقولي من تحت راسي؟ انا ما دخلني، هو كان مربط بجنزير وراح دعوسه، بعدين ما حدا قوس عليه. عصر رصاصات بجسمه. رصاصات طايشة. لك يا ست الحسن والجمالة، اجيتي تسلمي على جميل كتر خيرك، بس لا تتأجيني خلقتك. انا مالي جاي اسلم، انا جاي اخذ مصرياتي منه. انا مصريان، انا دفعت عنه، فكرته مات، ولما سمعت انه ما صار في شيء قلت له اجي واخذ حسابي منه. ولسه عم تقول بدك تتجوزها؟ يتجوزني؟ شو انا ناقصني اولاد؟ اعطونا حسابنا وخلونا نمشي. غزالة انا بحبك. جميل بلا عواطف مشلخة. قديش حسابك؟ 15,500. اف مشان ايش؟ حساب الطاولة، تفضلي. وهي الفاتورة ادفعي لها امي. ايه بس هدول 8,000. مزبوط، في 7,500 حساب خاص. حساب ايش؟ جميل بيعرف. ليش انا كم مرة ما حسبتك وليه؟ صار لك 20 يوم عم تدين على حساب يا مقمع. شو عم بيضحكك؟ لا ما في شي، بس يعني انت شلون بتديني على حساب؟ معي دفتر مثل دفتر السماع. خطوش فردك ديني شي خلص. خلص رح اكتب لك شي. ما باخذ غير كاش. فراش انزل لي على البنك واعطي لي اياها 16,000. 15,500. انا ما باخذ اكثر من تعبي. غزالة شفتي امي؟ شفتي ليش بدي اتجوزها؟ البنت حقانية، ما بتاخذ الا تعبها. فوتي ربا فوتي. انت شو عامل بحالك؟ قوم. ما بدي، ماني رح فوت. آفة خطيرة على المجتمع، من حروب. ابو كيروز. فوتي ربا فوتي، تفضلي. ظريف هالابو كيروز.
جبنا مثله. أنا بحياتي ما شفت واحد مولع مثله بالكلمات المتقاطعة. ويا ريت بيعرف يحل شي كلمة لحاله. يا من ترى بتلاقيه داير وعم يسأل وأسئلته كتير بايخة بايخة. مثلا أحد البقول ست حروف جبال جبال في شمال الهند بايدي شبكي سبع حروف. جميل، روح نادي لأبو كيروس خلي يساوي لنا قهوة. نادي له يعني بدك اياه يجي ويجيب معه الكلمات المتقاطعة ويشلشنا. معك حق، بعدين هلا بيطبش السكر بالقهوة. عن إذنك. أهلين. أهلين. كوثر بعرف ولو؟ هي أكبر مني بشوي. بعرف ولو؟ كنا رح يجي توم بس أنا تأخرت شوي. وليش بقى تأخرت؟ يعني كانت الدنيا برد وما كنت لابس كنزة. كنت تشتري؟ ما معي مصاري، بعدين السوق مسكر. انت رفيقتي لك كوثر؟ شبك جميل، مو عرفاني؟ مو عرفانيك؟ شو الحكي اللي عم تحكيه؟ ليش نحن بنعرف بعض؟ ليش انا من وين تعرفت على كوثر؟ عن طريقك؟ عن طريقي؟ عن طريقي؟ طريقي؟ ولو شو نسيت؟ شغلتيني ها؟ شلشتيني؟ ما لقيت بن، عملت لكم عصير. كوثر تصوري، جميل مو عرفاني. صحيح جميل؟ ايه ايه، وقعد عم يسألني، ترفيقة كوثر شي؟ ما عرفتها لربا؟ ماني متذكرها، ذكريني بحالك. نسيت لما أخذناك بالحادي عشر على المستوصف وقطبنا لك نافوخك قطبتين؟ قطبتين؟ ايه؟ أنت تبع القطبتين؟ لك ايه، هي اللي ضربتك بسكربينة على نافوخك.